in 1 minute. مرحبا فيكم أصدقائي بالفيديو الأخير من كورس ETC Basics and Principles. عنوان هالفيديو رح يكون نظم ومحور القلب. بالنسبة للنظم القلبي في نقطتين أساسيتين بدي أحكي عنهم. النقطة الأولى إنه النظم القلبي بالتعريف هو عدد الضربات اللي بتنجزها العضلة القلبية بالدقيقة الواحدة. النقطة الثانية هي إنه النظم القلبي الطبيعي هو النظم الجيبي، يعني النظم اللي بينتج عن العقدة الجيبية الأذينية السينو أتريال نود مثل ما حكينا سابقا. هلا كيف نحدد النظم الطبيعي؟ نعرف إنه تخطيط القلب له محورين، محور أفقي بيمثل الزمن، محور عمودي بيمثل التيار. التخطيط مقسم كمان لمربعات كبيرة ومربعات صغيرة. كل مربع صغير عن محور أفقي بيمثل 1 ملليمتر يلي بتساوي 40 ملليمتر. هلا المربع الكبير الواحد مكون من 5 مربعات صغار، يعني 5 ملليمتر، يعني 200 ملليمتر. هلا هي مو ضروري نعرفها، بس رح نستنتج من خلالها كيف نحدد النظم القلبي الطبيعي. هلا كل مربع كبير حكينا انه هو 200 ملليمتر، نضرب طرفين 5 صار عندي 5 مربعات صغار هي 1000 ملليمتر، يعني ثانية واحدة. هلا مشان نحصل على دقيقة نضرب طرفين 60 بصير هون عندي دقيقة، هون في عندي 5 ضرب 60 مربع، يعني دقيقة الوحدة بتمثل 30 مربع. يعني إذا بقسم 300 على عدد المربعات بيطلع عندي عدد الضربات. يعني بالملخص النظم القلبي الطبيعي بحصل عليه من خلال تقسيم الرقم 300 على عدد المربعات بين ضربتين وبين. هلا هذا هو القانون، 300 على عدد المربعات الكبيرة بيطلع عندي النظم القلبي الطبيعي. هذا القانون ما بقدر استخدمه إلا إذا كان نظم طبيعي. كيف بعرف إنه نظم طبيعي؟ بيبين شو المسافات بين كل ضربة وضربة متساوية. هلا هذا النظم طبيعي، لما بتحدد النظم طلع على شريط النظم الريتم السيكي. هلا بحسب عدد المربعات الكبيرة بين ضربتين متتاليتين، مثلا هدول الثنتين 6 مربعات كبيرة، وبقسم 300 على هالرقم بيطلع عندي 300 على 3 تساوي 100 ضربة بالدقيقة هو النظم. مشان النظم الطبيعي من 60 ملليمتر. هلا بالنسبة للنظم غير الطبيعي، نعرف انه بتخطيط القلب كل 2.5 ثانية بيتبدل الاتجاه، لهيك بنوجد شيء اسمه شريط النظم اللي هو بسجل اتجاه كامل او عدة اتجاهات من 10 ثواني. هلا لما بيكون النظم غير طبيعي بحسب عدد ضربات بهالعشر ثواني وبضرب بستة لأحصل على 6 بـ10 ثواني 60 ثانية، يعني دقيقة واحدة لأحصل على عدد ضربات الدقيقة الواحدة. لما بيكون النظم غير طبيعي بضرب عدد الضربات بـ10 ثواني ضرب هون متر، في عندي هون 22 ضربة ضربها بستة بيطلع عندي جواب 132 ضربة بالدقيقة هو النظم الطبيعي. هلا بالنسبة لمحور القلب، محور القلب هو متوسط الفعاليات الكهربائية اللي بتمثل مدى انتصار البطينات. هذا هو محور القلب، حكينا عنه في محاضرة سابقة. هي هي الصورة اللي عرضناها أصدقائي في المحاضرة السابقة اللي بتوضح نظام المحاور الستة ومحور القلب اللي هو متوسط الفعاليات الكهربائية لمدى انتصار البطينة. هلا مجال المحور غير ثابت، في مدارس بتقول من 0 ل 90، في مدارس بتقول من ناقص 30 ل 90. نحن نعتمد من 0 ل 90 لسهولة الدراسة. هذا هو المجال الطبيعي للمحور القلبي. هلا إذا كان من 90 ل 180 هذا بنقول له رايت أكسس ديفيشن، يعني انحراف محور نحو الأيمن. إذا كان من 180 ل 90 هذا بنقول له اكستريم رايت أكسس ديفيشن، يعني انحراف شديد للمحور نحو اليمين. أما إذا كان من ناقص 90 للصفر هذا بنقول له ليفت اكسس ديفيشن، يعني انحراف المحور نحو اليسار. هاي الصورة اصدقائي بتوضح اختلاف المراجع بتحديد نورمال اكسس. هذا كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو. هيك بنسميه كورس اند برنسبل. اتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بهالكورس وبالتوفيق للجميع يا رب.